السلام عليكم، أنا محمد غنايم. سيكون هذا الفيديو فقط تعليق صوتي، فتابع معي، وفي حال أحببت أن تأخذ معلومات أكثر عن التداول شاهد الحلقات السابقة. بداية، هذه المنصة التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة كويت تريد، طبعا من هنا نقوم بالتسجيل في المنصة، بعد ذلك تأتي رسالة على الإيميل الذي قمنا بالتسجيل من خلاله، فتقوم بالدخول إليه وتفعيل حسابك من هناك، بعد ذلك تقوم بإيداع المال. الآن سوف أشرح أداة البحث الموجودة داخل المنصة. أداة البحث سهلة وبسيطة، من خلالها نختار السوق الذي سنستثمر به، وقد تكلمنا سابقا عن أنواع الأسواق في الحلقة السابقة. الفوركس هنا العملات الرقمية، السلع، الأسهم، ونحن سنركز على سوق الأسهم. فلو فتحنا من هنا سوق الأسهم ستجد الشركات التي يمكن البيع والشراء من أسهمها، مثلا هنا شركة أبل، هنا شركة بي أم دبليو، وشركة كوكا كولا، حيث أنها حققت 45% أرباح في يوم واحد. طبعا هذا التغيير اليومي، طبعا المتداول لا يعتمد على التغيير اليومي كثيرا في أرباحه، بل يعتمد على التغيير طويل الأمد. مثلا هنا شركة سناب شات حققت قرابة 7% أرباح في يوم واحد، وهو تغيير يومي كبير جدا، وهو شيء ممتاز، يعني من الممكن فتح صفقة بها الآن. تمام، فهمنا أداة البحث هنا، يعني هي الأداة التي نستخدمها للوصول إلى السوق الذي سنستثمر به. الآن طريقة فتح الصفقة والربح. في يمين المنصة هنا ستجد الحصص وقيمة الحصص والهامش المطلوب، ثم تختار هل تريد بيع أم شراء، وسأوضح هذه المصطلحات بعد قليل. ثم تجد اتجاه المتداولين هنا، يعني هل الأغلبية يبيعون أم الأغلبية يشترون في هذه الشركة الآن. هنا مثلا في هذه الشركة التي اخترناها أغلب المتداولين كما يظهر هنا 59% يشترون مقابل 41% يبيعون، يعني أنت تقرر هل تريد أن تذهب مع الأغلبية وتشتري السهم أم تبيع. طبعا الذكاء أحيانا أن تشتري عندما يبيع الناس. أول شيء نحدد حجم الحصة، مثلا في هذه الشركة التي اخترناها حجم الحصة لو اخترنا 1 سوف تجد أسفلها 100 شير، أي ما يساوي 4800 دولار. 100 حصة من سهم واحد كثير جدا، وأنت كمتداول جديد هذه حركة ليست ذكية إطلاقا، ولذلك الحجم بالحصة سوف نقلله من هنا، حيث ذلك يختلف على حسب رأس مالك. فالذكاء أن تستثمر 1 أو 5 أو 10% من رأس مالك، وليس كل رأس مالك في صفقة واحدة. مثلا لو اشترينا 3% من الحجم بالحصة ستكون قيمتهم 130 دولار. بعد ذلك نحدد هل أريد أن أبيع أم أشتري، أضغط على الخيار شراء أم بيع. هنا يوجد اختيارات متقدمة، بدل أن تبقى طوال اليوم أمام الشاشة تتابع تغيرات السهم الذي اشتريته، من خلال هذه الخيارات تستطيع تحديد متى تغلق الصفقة تلقائيا. مثلا عندما تربح هذا الرقم تغلق الصفقة تلقائيا، أو عندما تخسر هذا الرقم تغلق الصفقة أيضا تلقائيا. الآن لنفتح صفقة ونربح منها. تمام، لنبحث عن سهم شركة فيسبوك، هنا مؤشره جيد، سنختار حجم الحصة هي 1%. طبعا أنا قللت حجم الحصة لأقل شيء حتى نفهم الموضوع بشكل أكبر، يعني المبلغ هو 187 دولار تقريبا الذي سأستثمر به. طبعا هنا أقرر هل سأبيع أم أشتري. نلاحظ أن اتجاه المتداولين هو البيع، يعني أغلب المتداولين الآن يبيعون في سهم شركة فيسبوك، ولكنني سأشتري هنا رغم أن أغلب المتداولين يبيعون، لأن الاتجاه العام للسوق غالبا يكون خاطئ. ففي حال استثمرت عكس اتجاه السوق في الأغلب تستطيع تحقيق مكاسب. طبعا أضغط على هنا على شراء ثم استثمر، وتم بالفعل فتح صفقة. تمام، سأشتري سهم آخر أيضا في شركة جوجل، أكتب هنا بالبحث جوجل ثم أحدد الحجم بالحصة أيضا ليكون 1%. طبعا سأشتري أيضا هنا بغض النظر عن اتجاه السوق الذي نصفه يبيعه ونصفه يشتري. الآن أنا الآن قمت بفتح صفقتين، نلاحظ وجودهم في أسفل الشاشة هنا. تمام، طبعا نلاحظ أن الصفقات الآن باللون الأحمر، يعني هي تخسر حاليا، ولكن هذا أمر طبيعي لأن هناك رسوم لفتح الصفقة. ففي حال فتح أي صفقة في أول دقائق تكون باللون الأحمر، بعد ذلك تدخل في تغييرات السوق وتبدأ بالربح أو الخسارة. الآن قمنا بتقديم الفيديو، لنلاحظ أن الصفقات التي قمنا بفتحها بدأت تحقق أرباح وأصبحت باللون الأخضر. طبعا أنا أفضل الاستثمار طويل الأمد، يعني تشتري الآن وتبيع بعد سنة مثلا، تكون الأرباح هكذا أعلى، وفي حال درست السهم جيد يكون الربح أيضا جيد. الآن قدمنا الفيديو، نلاحظ أن كلا الصفقتين بدأتا بالربح، بإمكاني الآن إغلاق صفقة فيسبوك وجمع الأرباح. طبعا نلاحظ أن الربح قليل، ولكن لا تنسى أنا من فتحت صفقة بحصة قليلة جدا، ولا أنصح المبتدئين إطلاقا الزيادة في الحصة عن 10% حتى تتعلم وتعرف السوق جيدا، ثم ابدأ بتحديد صفقات أكبر. لإكمال الشرح سأغلق صفقة فيسبوك وأبقي صفقة جوجل تستمر، أضغط على إغلاق من هنا، فبالتالي أجمع الأرباح.
فأنا حققت 10% أرباح كما تلاحظ. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو قليل في هذا المجال. لاحظت مدى الاهتمام الكبير منكم في هذا المجال من الربح من خلال تعليقاتكم. أيضا يمكننا أن نجلب توصيات للتداول، يعني أي سهم تشتري وأي سهم تبيع من خلال خبراء في هذا المجال يمكن أن نجعلهم يتواصلوا معنا. وضعت لك في الوصف طلب لخطة استثمار مهمة، حاول التسجيل بها والاستفادة منها. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم في أمان الله.